بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل بنعمة ربنا الموضوع اللي بدأناه المرة اللي فاتت عن الثلاث فتية القديسين وعمل الله العجيب معاهم. ويعلم ما هو في الظلمة والخفاء. ربنا عارف ما هو في الظلمة والخفاء، وطبعا هنا المقصود ايه؟ الظلمة والخفاء يعني الايام اللي جاية اللي مش واضحة بالنسبة لنا. يعني يقول لك يا ترى الايام الجاية مخبية ايه؟ الايام الجاية مخبية ايه؟ مخبية. ربنا هو اللي في ايده كل شيء، ربنا اللي في ايده كل شيء، وربنا هو عالم الاسرار، وبيدي لأولاده الحكماء أو القديسين يديهم علم معرفة، زي ما بنقول أعطيتني علم معرفتك، أعطيتني علم معرفتك. وبعدين يقول كده إيه؟ ويسكن النور. ربنا ده بيسكن النور زي ما بنصلي نقول يا رب افكارنا ونياتنا، هو بيسكن النور. يا ساكن السماء يا ساكن النور، هو اللي ساكن النور بيكشف كل اعمال الظلمه او الاعمال المستخبيه اللي لسه في المستقبل هتظهر. فشكر الله وسبحه دانيال، شكر الله وسبحه الذي أعطاني الحكمة والقوة وأعطاني ما طلبناه منك. كلمة في منتهى العظمة. الإنسان اللي بيصلي من قلبه تلاقي ربنا يعطيه كل ما يصلي، وساعات ربنا يعطي الإنسان كما طلب بالظبط. طبعا مش كل مرة، لأن ربنا بيبقى ليه مقاصد، لكن ساعات الإنسان يطلب حاجات وتلاقي ربنا يديها له زي ما طلبها بطريقة عجيبة، بطريقة عجيبة. ويقول أعطاني دانيال، بيقول ربنا أعطاني ما طلبناه، مش ما طلبته، لا ما طلبناه، يعني أنا والثلاث فتية القديسين. ليه بقى؟ لأن إحنا ما بنصلي بعضنا لأجل بعض، صلوا بعضكم لأجل بعض لكي إيه؟ لكي تشفوا. أعطاني ما طلبناه منك لأنك أعلمتني بحلم الملك. طلب ان هو يقف قدام الملك علشان يقول له عن الحلم ويفسره له. ولما وقف قدام الملك شوفوا الشجاعة والقوة. الانسان اللي بيحب ربنا وماسك في ربنا بينسب المجد لله مش لنفسه. ما في ناس كتير تنسب المجد لنفسيها مش لربنا، لكن انسان اللي ماسك في ربنا بصح ينسب المجد لله. يقول لك بنعمة ربنا حصل كده، ربنا سمح ويجيب اسم ربنا. لما راح قابل الملك بيقول له انت هتقدر تعرفني بالحلم وتفسيره؟ أجاب دانيال السر الذي طلبه، الذي طلبته لا يقدر الحكماء ولا السحرة ولا المجوس ولا المنجمون أن ينبئون الملك. حدش يقدر كده من نفسه يقول لك أنت حلمت إيه وفسرت إيه. لكن عظيم أوي دانيال، لكن
يوجد إله في السماء. شوفوا بقى، دايما إنسان بتاع ربنا دايما يذكر اسم ربنا ويمجد اسم ربنا. يوجد إله في السماء كاشف الأسرار. قد عرف الملك نبوخذ نصر ما يكون في الأيام الأخيرة، وبدأ يقول له انت حلمت ان في تمثال كبير والتمثال راسه ذهب، وبدأ يحكي له الحلم مش وقته طبعا. لكن من لما حكى الحلم لنبوخذ نصر عارفين حصل ايه؟ لان دانيال متكل على ربنا، دانيال متكل على ربنا وبيتكلم باسم ربنا يوجد اله في السماء. يقول ايه لما دانيال قال له الحلم والتفسير؟ خر نبوخذ نصر امام دانيال على وجهه وسجد. ياه، شوفوا بقى الملك الجبار ده يسجد على الارض بوشه امام دانيال اللي ده جاي من القصر، ده جاي واحد جاي من القصر. ويجي دانيال لما يقول الملك الحلم، يقوم الملك خر نبوخذ نصر. ونبوخذ نصر ده كان جبار، مش من السهل يعمل كده، لكن هو حس بقوة عظيمة. علشان كده احبائي الانسان لما يبقى دايما بيتكل على ربنا وبيتكلم باسم ربنا بيجد نعمة عظيمة جدا على اعلى المستويات. خلنا نبوخذ نصر امام دانيال على وجهه وسجد، وامر نبوخذ نصر يعني امر انهم يقدموا هدايا قيمه، يعني امر ان يقدموا له تقدمه، حاجه تليق بي يعني، وروائح سرور. وبعدين اهم كلمه بقى، وقال الملك حقا إن إلهكم إله الآلهة ورب الملوك وكاشف الأسرار. يا شوفوا الواحد أما يبقى كده بمجد اسم ربنا، يقوم الناس تحس بربنا وتؤمن بربنا وتتكلم عن ربنا بمجد وإيه وكرامة. يقول لك إيه؟ حقا إن إلهكم إله الآلهة. هل إحنا بنفتخر إننا مسيحيين؟ هل بنفتخر إن إلهنا إله السماء القوي، أبونا السماوي، أبويا وأخويا وصحبي هو اللي قال لنا كده؟ ربنا بيقول لي وبيقول لنا كلنا، أنا يا إخوتي يا أحبائي يا أصدقائي كل ده. والواحد يفتخر ان هو مسيحي ويؤمن بالمسيح. وكلمة مسيح يعني ايه؟ مسيح حي، يعني المسيح هو الظاهر في حياته، هو الظاهر في حياته، بيتصرف من خلال المسيح. قال الملك حقا ان الهكم اله الالهة ورب الملوك وكاشف الاسرار. كون ان ملك جبار زي ده يقول رب الملوك يعني سيد الملوك او الكبير بتاع الملوك، يبقى معناها ان هو حاسس قدام ربنا ان هو حاجة صغيرة. وكاشف الاسرار، يقوم ربنا يعمل ايه بقى؟ يقوم ربنا يسمح ان نبوخذ نصر يدي هدايا قيمة لدانيال وسلطه على كل ولاية بابل. ما هو الرئيس بتاع بابل،
خدوا بالكم ان دانيال ده واحد مأسور، مأسور مش من بلد، ده واحد مأسور. يعني عايز اقول احبائي ان عمل ربنا مع كل انسان بيحب ربنا من كل قلبه، سواء ابنه اللي هو احنا يعني متعمدين، او اي انسان، طالما واحد ماسك في ربنا، ربنا زي ما بنقول بيعلي مراتبه. سلطه على كل ولاية بابل وجعله رئيس على كل حكماء بابل. ياه، رئيس على الحكماء، يبقى هو ايه بقى؟ يبقى هو حكمته قد ايه؟ شوفوا قد ايه. صدقونا علشان خاطر المسيح، صلوا لي، لان دايما بطلب ان ربنا يدينا حكمة. احنا محتاجين الحكمة قوي الايام الصعبة اللي احنا فيها دي. الحكمة اللي من عند ربنا مش حكمة بشر. الشعب دلوقتي اولاد الله محتاجين عمل قوي بفعل الروح القدس والحكمة اللي ادهلنا الروح القدس، علشان الناس تنظر الينا فيجدوا صورة المسيح الحية فيمجدوا أبانا السماوي. جعله رئيس على كل حكماء بابل. يقوم بقى ايه؟ شوف الانسان الحلو دايما. انا احب قوي الكلمة اللي قالها يوحنا المعمدان عن السيد المسيح: ينبغي ان هذا يزيد واني انا انقص. الطلبة دي مهمة قوي قوي، مش اي حد يقدر يقولها، مع ان المفروض يعني حسب رؤيتنا ان يعني طبعا مفروض ان المسيح يزيد ويوحنا ينقص، ده المسيح وده يوحنا. لكن هل فرعون عمل كده؟ هل هيرودس عمل كده؟ هل الناس كتير قوي قوي عملوا كده؟ ابدا، ده كانوا عايزين يموتوا المسيح علشان يفضلوا هم. عمل ايه بقى دانيال لما بقى المتسلط على كل ولاية بابل؟ أم قال للملك إيه؟ قال له التلات فتية عايزين نعمل إيه؟ عايزين نعينهم، ولاهم على أعمال ولاية بابل، إدى لكل واحد منصب. يبقى هو ما انساش اللي تعبوا معاه في الصلاة، صلوا معاه وسبب بسبب صلاتهم وصل للمجد اللي هو فيه. أما دانيال فكان على باب الملك. نخش بقى في موضوع تاني مهم. ما هو للأسف إن نبوخذ نصر ده كان متقلب خالص. بعد ما اعترف إن ربنا هو الإله وهو السيد فوق كل الآلهة والحكماء، عمل تمثال كبير قوي من الذهب. خدوا بالكم التمثال ان يعني لما يبقى التمثال من الذهب يبقى اله قيم يعني وغالي، مش حجاره، لا ده تمثال ذهب، يبقى اله عظيم يعني. عمل تمثال كبير قوي قوي من الذهب، وجاب الحكماء ودشنوا التمثال. عارفين التدشين؟ التكريس يعني، حاجة بقى مكرس، بقى حاجة جميلة. وأمر أن يسجدوا له. بقى أنت عامل تمثال بإيديك
وتقول للناس اسجدوا له. طب ما انت لسه معترف ان ربنا هو اله الالهة، انت بتعمل تمثال ليه؟ والمهم قال لهم اللي مش هيسجد للتمثال هموته. طبعا التلات فتية قديسين، خدوا بالكم انهم فتية مش رجالة، شباب زي الورد يعني. تلات فتية قديسين مردوش يسجدوا للتمثال، والناس راحت لنبوخذ نصر قالوا له الحق، ده في هنا ناس لا بتؤمن بآلهتك ولا بيسجدوا ليك ولا أي حاجة، اسمهم شدرخ وميشخ وأبدناغو اللي هم التلات فتية القديسين. فبعد جابهم وقال لهم ايه، تعمد ان لا تعيدوا ان لا تعبدوا آلهتي، تعمد عن انتم متعمدين، قصدي يعني مصرين على انكم ما تعبدوش آلهتي وما تسجدوش للتمثال الذهب. عارفين الفتية جاوبوه ايه؟ مش خايفين من ملك، لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد، لا ترهبهم، ربنا مدينا قوة. أم راحهم الملك بيقول لهم انتم قاصدين متعمدين ان انتم ما تسجدوش لإلهي والتمثال الذهب، قالوا له لا يهمنا أيها الملك أن نجيبك عن هذا الأمر. شوف العيال الجدعان اللي مش خايفة، شوف العيال الجدعان اللي مش خايفة، شايفين العيال الجدعان بتوع الحور بتوع العور إن هم شهداء مصر في ليبيا بتوع المحارة والبلاط، شوف ما خافوش الذات من جبابرة 3 أشهر، ما خافوش، لأن ربنا بيدي قوة عظيمة جدا لكل واحد متمسك بيه. صدقوني أحبائي، يا ما شفنا الموضوع ده، أنا بقالي 48 سنة كاهن، يا ما تعرضت المواقف وأقول له يا رب أنا مش هفكر أقول إيه، ولاقي ربنا يدي كلمة بقوة عظيمة بالرغم من ان انا اصلا ضعيف وحالتي خيبانة يعني، لكن ربنا بيدي كلمة عند افتتاح الفم ويدي مهابة. فيقول كده لا يهمنا ايها الملك ان نجيبك عن هذا الامر، هو ذا إلهنا الذي نعبده يستطيع أن ينجينا من قوة الأتون. يا شوف الإيمان، شوف الإيمان، شوف الثقة، الإيمان يعني الثقة، شوف الثقة في ربنا، لا يهمنا أن نجيبك عن هذا الأمر، إلهنا الذي نعبده يستطيع أن ينجينا من أتون النار. شوف الثقة والإيمان، الإيمان، وأن ينقذنا من يدك أيها الملك، وليكن معلوما لك أيها الملك إننا لا نعبد آلهتك، مش هنعبدها يعني، مش هنعبدها ولا نسجد لتمثال الذهب. الكلام ده لما واحد زي نبوخذ نصر يسمعه من فتيان اتغاظ جدا، امتلأ غيظا وتغير منظر وجهه. ايه ده؟ ايه العيال دي؟ اتغاظ قوي. طيب انتوا مش خايفين؟ طيب انا هعمل معاكوا عاملة ما اتعملتش قبل كده، هتعمل ايه يعني؟
هحمل اتون 7 اضعاف. واحنا عارفين ان 7 ده عدد كمان، 7 اضعاف الاتون، 7 اضعاف. وبعدين جاب الجبابرة قال لهم خدوهم ارموهم في الاتون، ربطهم بالحبال وجم الجبابرة يرموهم في الاتون، فقتل لهيب الاتون الصهد بتاع الاتون، قتل الجبابرة. صوروا الصهد بتاع الاتون قتل الجبابرة ان هم ان اسمهم جبابرة دول. اما لعن العيال الغلابة هتعمل ايه؟ اما الثلاث فتية القوا في وسط الاتون، وهنا الكلمة اللي دايما اقولها، ان ابونا بشوي كامل كان دايما يقول ما تبصش على التجربة لكن بص للمسيح اللي جوه التجربة. نبوخذ نصر قاعد بيبص، لقى الفتية، شوفوا الكتاب بيقول ايه، كانوا يتمشون في وسط الاتون، بيتمشوا. انا كنت الاول فاكرها يمشون، لكن ده بيقول لك يتمشون، بيتمشوا في وسط الاتون كانهم ماشيين في جنينة. ايه العظمة دي؟ بيتمشوا في وسط الاتون. مش كده وبس، هو شاف ايه؟ قال مش احنا رامين 3، انا شايف 4، والرابع شبيه بابن الالهة. اهو ده المسيح اللي جوه التجربة، ده المسيح اللي جوه التجربة اللي انقذهم من اتون النار، اللي الصهد بتاعه قتل الجبابرة، وهم اللي جوه النار يتمشون في وسط النار. عمل ربنا العظيم، عمل ربنا العظيم. على فكرة لما يبقى الواحد في ضيقة يقول لك انت ما تعرفش النار اللي انا فيها، لا يا حبيبي، امسك في ربنا، امسك في ربنا، وتأكد ان ربنا ينقذك من اتون النار كما انقذ الفتية. علشان كده دي بتتقال في تسبيح الكياك، نجا الفتية من اتون النار هسير وفاريه وقدشاس. لحن جميل ومعبر جدا، وبيورينا قد ايه ربنا بيبقى معانا في وسط اتون النار. يقوم نبوخذ نصر يروح بنفسه وينادى عليهم، يا شدرخ يا ميشخ يا عبد ناغو، عبيد الله العلي. انا دلوقتي اعترفت ان في اله، مش الاله بتاعك، مش التمثال اللي عملته، عبيد الله العلي، اخرجوا وتعالوا، تعالوا هنا، اخرجوا وتعالوا. فاجتمع الرؤساء ووجدوا ان النار لم يكن لها تأثير عليهم. ايه ده؟ يعني ما فيش وشهم ما اتحرقش، ايدهم ما اتحرقتش، يا دوبك الحبال بس اللي اتحرقت علشان يفكهم من الضيقة بس. وشعرة من رؤوسهم لم تحترق، شعرة من رؤوسهم. على فكرة الشعر ده عامل زي السبرتو، لو الواحد قرب بس شمعة من شعره يقوم يولع زي السبرتو، بس اوعوا تعملوا كده علشان ما تنوروش، اوعوا تعملوا كده. لكن الشعر ده زي السبرتو على طول يولع. طب واحد في وسط اتون نار
الشعر بتاعه ده ما يتمسش. طب ازاي؟ ازاي؟ اذا قوة الله العظيمة بتحل ملاك الله يحول حول ايه خائفيه وايه وينجيهم. وسراويلهم لم تتغير، السراويل بتاعتهم البنطلونات اللي لابسينها لم تتغير، يعني ما فيش حاجة شاطت ولا اتحرقت. وعارفين اللي اغرب من كده؟ ورائحة النار لم تتعن، حتى ريحة الدخان ما جاتش عليهم. تصوروا، شوفوا ربنا بيحافظ عننا ازاي. وقال نبوخذ نصر تبارك الله إله شدرخ وميشخ وأبدناغو الذي أرسل ملاكه وأنقذ عبيده الذين اتكلوا عليه وغيروا كلمة الملك، ما رضيوش يسمعوا كلامه وأسلموا أجسادهم لكي لا يعبدوا ويسجدوا لإله غيره. اتحملوا علشان خاطر ما يسيبوش ربنا الإله الحقيقي ويعبدوا آلهة أخرى. لا يكن لك آلهة أخرى أمامك. أمر نبوخذ نصر كل الشعب وكل لسان اللي يتكلم بالسوء على شدر على إله شدرخ وميشخ وأبدناغو يقطعهم إرب حتت حتت كده. شوف بقى كل الشعوب وكل لسان اللي يتكلم على إله شدرخ وميشخ وأبدناغو يصيرون إربا إربا ويجعل بيوتهم خرابا. شوفوا الرب يقاتل عنكم وأنتم تسجدون وأنتم ستصمتون، يجعل بيتهم مزبلة لأنه لا يوجد إله آخر ينجي هكذا. لا يوجد إله آخر ينجي هكذا. ما تخاف شيء أبدا أبدا. شوفوا أحبائي، امسك في ربنا تبقى دايما مطمن، ما فيش حاجة تخوفك. ودايما ربنا يقول لا تخف لاني انا معك. ربنا بيقول انت خايف من ايه؟ هو ربنا ده انسان؟ ده ربنا ساكن السماء، خالق السماوات والارض وكل ما فيها. ده اللي خلاني بيقول لي ما تخافش يا ابني يا حبيبي، ما تخافش انا معاك، لا تخف لاني انا معك. وكانت النتيجة بعد ما كان هيحرقهم عينهم في مناصب كبيرة في الدولة وخلى ليهم مكانة كبيرة. ما دانيال بقى رئيس رؤساء وهم كمان مسكوا مناصب في الدولة. وبنذكر موضوع الثلاث فتية في تسبيح الكياك علشان نبين عمل ربنا العجيب اللي نزل بالتضاع علشان يخلص البشرية كلها من النار والألام. لإلهنا كل مجد وكرامة الآن وكل أوان إلى ظهر الدور كلها، آمين.